في واحدة من الأعداد تفاجأت إنه ست بلشت تتذمر وتقول بتمنى شي ليلة إنه جوزي يعزمني على عشاء، أو لما يرجع من الشغل يسأل عني ويسأل كيف قضيت نهاري، مش يجي ويقول أنا تعبان بدي أنام وبعدين بالليل طالعين نتعشى مع أصحابي. تفاجأت لكن نبهت حالي، معقول إنه نحن كمان عم ننعزل عن شريك الحياة بدون ما نحس شوي شوي وما عم ننتبه على هذا الإشي، وفجأة بنلاقي إنه مش متواجدين لبعض مع إنه نحن ساكنين تحت سقف واحد. عزيزتي، اليوم رح نتأمل عن موضوع الفتور في العلاقة الزوجية، فجيبي شي تشربي معي وما تنسي كتابك المقدس. أكترية المقاطع الكتابية اللي بتنقرأ منها في الأعراس هي آية موجودة في سفر التكوين بتقول وقال الرب الإله ليس جيداً أن يكون آدم وحده فأصنع له معيناً نظيره. وبنفس الوقت مقطع آخر الرب يسوع تكلم فيه في إنجيل متى لما قال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً. إذن ليس بعد اثنين بل جسداً، بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. طيب إيش الأشياء اللي بتفرقنا عن بعض؟ إيش الأشياء اللي موجودة في زواجنا اللي بتجرف اهتمامنا في بعض، بتجرف تقديرنا لبعض، بتجرف حساسيتنا تجاه بعضنا البعض؟ إيش الأشياء اللي بتدخل الملل في حياتنا؟ ممكن تكون إنه نحن أنانيين وعندنا توقعات معينة من شريك الحياة، فإذا ما بحقق هذا الإشي أنا بفتر وببتعد منه. ممكن يكون إنه صار في بطالة، واحد فينا خسر وظيفته، الدخل قل، وهذا الإشي حط ضغط على زواجنا. ممكن يكون إنه ملل عادي، بدي إشي جديد دايماً، فإذا ما تجدد هذا الإشي ببتعد عن شريك الحياة. أو ممكن كمان إنه أنا مش حاطة حد بيني وبين زميلي في أسلوب تعاملنا مع بعض، فأنا بلاقي حالي إنه خلال الدوام يمكن أن أشبع عاطفياً من هاي العلاقة، ولما برجع على البيت بلاقي إنه علاقتي مع جوزي شوي شوي عم تفتر. ممكن السبب يكون إدمان على الكحول أو المخدرات، يمكن صرنا ناخد قرارات مهمة بدون ما نشارك مع بعض. طيب هلا كيف بقدر أعرف إذا زواجي في فتور؟ يعني هل نحن عم بننام في أوقات مختلفة؟ هل لما منتجادل مع بعض نحن قابلين إنه نشارك أفكارنا واهتماماتنا، ولا بقول ليش أغلب حالي؟ كل واحد خليه يقرر مثل ما بده، فمناخد قرارات مهمة بدون ما نستشير بعض. طيب إذا هذا الإشي عم بصير شو أعمل؟ كلمة الكتاب بتشجعنا كتير وبتقول اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم. يعني أول بأول إذا في إشي عم بيضايقني خليني أقعد وأشارك هذا الإشي مع جوزي. والآية بتكمل وبتقول لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم بل كل ما كان صالحاً للبنيان حسب الحاجة كي يعطى نعمة للسامعين. كتير مهم إنه ما نقبح في بعضنا البعض. بتعرفي ليش؟ لأنه نشيد الأنشاد بيقول هذا حبيبي، هذا خليلي، هذا جوزك، هذا جوزي، وبنحبهم كتير وبدنا إنه علاقتنا تنمو أكتر وأكتر. كتير بستفيد وبتعلم من الإمرأة الفاضلة في سفر الأمثال لما بشوف إنه اهتماماتها هي أولاً زواجها وبيتها، فزواجي وبيتي بيجي قبل صحباتي، قبل نشاطاتي، حتى قبل الخدمة. وكمان بنفس الوقت في اشياء نشاطات مشتركه نقدر نبلش نعملها مع بعض، يمكن نروح نتمشى مع بعض، نطلع درايف مع بعض، نعمل الشوبينج مع بعض، وهيك يمكن نقدر بعضنا البعض جويه البيت وبريه البيت. كثير مهم انه كمان بنفس الوقت نقضي وقت مع بعض، بمعنى
مثلاً أنا وجوزي كل يوم الصبح نشرب فنجان القهوة مع بعض ومنقرأ كم من آية من الكتاب المقدس. هذا الوقت بيقربنا كتير من إلهنا وبنفس الوقت بيقربنا من بعض، لأنه كلمة الرب واضحة كتير في مزمور 127 لما بتقول إن لم يبني الرب البيت فباطلاً يتعب البناؤون. عزيزتي بشجعك كتير إنك ترجعي وتسلمي زواجك للرب، وبعدين شو رأيك إنه نقرر نقعد مع شريك الحياة ونقضي وقت مع بعض ونفضفض ونشارك مع بعض ليش نحن عم بنمر في هذا الفتور؟ صلي معي. أبوي السماوي بشكرك يا رب لأنه أنت يا رب راعي زواجي يا رب، وأنت بتعرف إنه أنا بحب زوجي كتير. ساعدني يا رب إنه أعرف أكمل مشواري مع جوزي حسب مشيئتك يا رب، ونكون يا رب ثابتين في علاقتنا مع بعض. نبهنا يا رب إذا في إشياء لازم نتنبه عليها، وشجعنا يا رب إنه أكتر وأكتر نسند بعض يا رب ونتقرب من بعض. شكرا من أعماق قلبي يا رب إنه زواجي هو عهد قطعته في شخصك، علشان هيك أنا واثقة إنك رح تكمل المشوار معنا كمان.